بعض النساء تقول طب أنا امرأة عاملة ويجب على زوجي أن يساعد في المنزل، يجب. أنا أشتغل من الصبح من 8 لغاية 5 وبعدين أرجع مرهقة من العمل ولا أستطيع أن أكفي على احتياجات البيت، فيجب على زوجي هنا الذي كان في أيضا في العمل أن يأتي ويساعد، يجب. تعال نضبط البصة تاني. تفضل. إحنا في الإسلام المرأة ليست مأمورة بالإنفاق لا بصفتها زوجة ولا بصفتها بنت ولا بصفتها أم. هي الرجل مأمور أن ينفق عليها، تمام؟ فإذا حدث أن طلب منها في البيت أن تعمل لمساعدة البيت فلابد أن يحل هذه المشكلة. لكن يروح وهي الشغل من الساعة 9 ل 5 ويرجع الساعة 5 ويروح يقول لها هاتي لي الأكل أنا قاعد أنا جاي تعبان، ما هو ده برضه مش منطق. صحيح، ده مش منطق. فبالتالي يحلوها مع بعض. طب واحدة خرجت للمساعدة والتانية خرجت عشان تجيب بالمرتب مكياج، بلاش مكياج، خلينا في المكياج عشان تثبت ذاتها، يعني ما فيش احتياج مادي، خلاص هي تتحمل مسؤولية. يبقى هي تنازلت عن واجبها فلا بد ان تقوم بهذا الواجب. والواجب تركت قدسيه المنزل. لا ما قدرتش، دي تركت الاستخلاف. نعود للاصل مره دي تركت الاستخلاف وراحت تدور على ذاتها، اثبات ذاتها، وتروح لمدير يتحكم فيها يقول لها انت جيتي 5 دقائق غلط وانت مخصوم منك النهارده، ما تمشيش قبل كده، وتسمع راي المدير سمعا وطاعه عمياء، وما حدش قال لها فين في القران قال لك تسمع راي المدير. في نفس الوقت بيطلع عينها عشان ايه، وباعي دي واكتبي دي وعيدي دي ودي غلط، وما حدش قال انت بتعمل معاها كده ليه. لكن لما يجي زوجها وسمع وطاعه يقول لك ايه العبوديه دي، لما في المدير هناك يشتغل وفق اللائحه بتقول ماشي اذا كلام منضبط وعيد، لما جوزها ياخد قرار يقول له ايه القوامه دي، لماذا فضل الله رجع المراه، ما هو المؤسسه لازم حد يديرها ويتحمل المسؤوليه، والسياره واحد بس اللي يسوقها، ما ينفعش واحد يسوق واحد يس بنزين واحد يس فرامل. صحيح، دي مسؤوليه قوام. اذا منظومه القران منظومه صحيحه متوافقه مع الفطره ومع الايه ومع الذات الانسانيه، لكن ده عبث اللي بيحصل، ده عبث ومحاوله تشويه. والمشكلة أن المسلمين أصلا في غفلة من مفاهيمهم، فبالتالي بيتلقفوا تلك الشبهات ويتشربوها مع الأسف.